استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 10 خلال مواجهات جمعة الشهداء والأسرى، وذلك على الأسبوع الرابع على التوالي من فعاليات مسيرة العودة التي انطلقت في الشهر الماضي. وقد أشارت الهيئة الوطنية لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار إلى تقديم أماكن مخيمات العودة لـ50 مترا إلى الأمام كخطوة أولية تعبر عن التقدم المنظم الذي يأتي تأكيدا على حق أبناء الأراضي المحتلة في العودة والتصدي لمؤامرات الاحتلال. في المقابل ألقى جيش الاحتلال منشورات تحذر الفلسطينيين من الاقتراب من السياج الحدودي في ظل تأهب جيش الاحتلال لاشتباكات جديدة على الحدود مع الفلسطينيين العزل، واللقطات التي نتابعها مع حضراتكم عند المنطقة الحدودية بين قطاع غزة والمنطقة الحدودية مع دولة الاحتلال. الأسبوع الرابع على التوالي، الجمعة الرابعة على التوالي، يذهب فيها الفلسطينيون من كل حدب وصوب للتأكيد على حقهم في العودة إلى أراضيهم ضمن أسبوع المسيرات أو فترة المسيرات الكبرى التي ستظل مستمرة حتى ذكرى النكبة التي ينتظر أن تصادف هذا العام 70 قيام دولة الاحتلال، وستصادف على الأرجح كذلك البدء في اتخاذ خطوات نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس الشريف.